هذا نهر أربة القادم من شلالات جيرمو، وهذا نهر آخر جدول آخر يمتزجون معا في هذه النقطة ويجريان في مجرى واحد. ونحن أمام كهف آريني. بإمكانكم أن تتابعوا التقرير مفصل عن هذا الكهف على اليوتيوب، في خانة البحث اكتب أسرار كهف آريني، ستجدون فيها معلومات جميلة وشيقة، معلومات تتحدث عن تاريخ أرمينيا 6000 سنة.